الإنساني في موريتانيا واقع يثير الجدل محليا ودوليا. خطوات إصلاحية حكومية على الطريق ومطالبات شعبية بإسراع الخطى في هذا الملف. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه وبنفسه، وإذا متعاقب مع سياسة تكميم الأفواه بشي من قوانين لمنا قانون الرموز اللي ما يقدر حد يعبر عن رأيه. حريات ما يخالي ما تقدر تقول عن فهم أي شيء أي ضرر. ياس المدونين نحبس على آراء من لا حد لنا آراء، ما هو السب مثلا هناك هو دائما نلاحظوا وقفات السلمية اللي تخلق قدام مشاكل تعوضها للقمع والتنكيل. الحقوق المنقوصة وارتباك الأولويات جدل مستمر بين حكومة صادقت مؤخرا على حزمة من القوانين وحقوقيين يرونها غير كافية وضيعت حقوقا أكثر أهمية. أي استراتيجية وعدلت خاصة في حقوق الإنسان ما برز فيها الشيء للمرأة وللطفل وللأسرة تم لا نقص في الحقيقة، ولا استراتيجي فعلا ما تكلمت عن ذاك، واحنا مطالبين عنه ألا يندمج فيها وتنعاد من أجل تشوف المرأة وتشوف الأسرة ضمانة من لأنها مثلا مقبوضة بعين الاعتبار. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان أعلنتها الحكومة مؤخرا تسعى لأخذ مطالب الحقوقيين بعين الاعتبار وتحاول أن تتماشى مع المعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان. تهدف هذه الاستراتيجية إلى بلورة رؤية سياسية استراتيجية موريتانية محضة تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تتخذ من الدستور والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها موريتانيا وكذلك تعهدات فخامة رئيس الجمهورية كمرجعية، وتعتمد على منهجية الأهداف التنمية المستدامة وغايتها هي حماية وترقية حقوق الإنسان في البلد. استراتيجية حقوقية جديدة جاءت بحسب الحكومة بعد حوار مجتمعي موسع شاركت فيه قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان إلى جانب منظمات مجتمع مدني محلية ودولية. ملفات حقوقية كثيرة تشكل تحديا لموريتانيا، يأمل الكثيرون هنا أن تكون هذه الاستراتيجية بداية لوضع حد لتفاعلاتها التي تظهر من وقت لآخر. طيب الغوث، الحرة، نواكشوط.